وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، تتبع الصحابة. جاء في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أصل الاختلاف راجد كثير جدا، فعليكم بسنتي. عشان ما تتحير، قبل أيام سمعت واحد بيتكلم والله قال كذا، قبل أيام قال والله اتمحنا ذاته اتحيرنا. هذه كان بيجاي أنصار سنة، بيجاي صوفية، بيجاي أخوان مسلمين، بيجاي حزب أمة، بيجاي حزب تحرير، وفي شنو ذاته الناس ذي المالون؟ قال واسي صاحياته ونعمل شنو؟ قلت له خليهم كلهم، كلهم خليهم، دار تنجو ولا دار ركوب راس؟ دار تنجو. أي فإنه من يعش منكم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فسيرى اختلافا كثيرا، في اختلاف وما بسيط ما قليل، فسيرى اختلافا كثيرا. نسوي شنو في الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، زعم من البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. موضوع خطير، تبعد من البدع ومن أهل البدع، ديل زي العقارب أهل البدع ديل، ما تقول أدعاهم معاون وأدعام المعاون، ديل بيفسدوك. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قالك فأعرض عنهم، تمشي تخذ يدك معاهم؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. في ناس قالوا يعني يتكلموا في غير بدعة، لا، حتى ينزعوا من بدعتهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تلقى قاعد مصنقر في نصهم، فلا تقعد وقاعد ما تباريهم، ماشي معهم، بعد شوية يملوا شبهات، بعد شوية يضيع الدين. الطرق دي جماعة أفسدت على الناس دينهم، وعشان الناس يفهموا براحة الدعوة دي، دعوة الإسلام، دعوة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، أوش القرآن فيه الهداية. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. واحد، السنة فيها الهداية. قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. اتباع الصحابة ده درب الهداية. قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اتبعوا درب الصحابة. وإن تولوا خلوا درب الصحابة فإنما هم في شقاق. وده حاصل الليلة، وقاعد تقول له الآية دي التفاهيم ما بفهم منه، والحديث ذا ما بقول لك بفهم أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة، لك والله يا شيخنا قال ودكتورنا قال وأستاذنا قال وزعيمنا قال والمفكر الفلاني قال وداك بروفيسير قال، يا جات الطرق دي. وبعدين الاتباع ده جماعة باختصار فيه اثنين، وده دين الإسلام. واحد التوحيد، الله واحد، براء وتنادي في الشدائد،
لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. اثنين، تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تبعد من البدع. ده ملخص المحاضرة، وده والله ملخص دين الإسلام كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى.